بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في البدايه انا احب اشكر ولادنا اللي قدموا في الكوير، سواء الولاد الصغيرين او هاي سكول، قدموا ترانيم جميله وكانوا اصواتهم منسجمه مع بعض وحافظين كويس. بشكر الخدام اللي علموهم، بشكر الولاد ان هم خدوا موضوع الكوير بجدية، وبشكر الاباء اللي هم تعاونوا والامهات، يعني الاباء والامهات لو كانوا يجيبوا ولادهم يحضروا الحصص بتاعت الكوير. ابونا كان طلب مني نتكلم على ازاي نعمل قرارات حسب ارادة الله في حياتنا. وهو الحقيقة كل يوم في حياتنا بنعمل اختيارات وقرارات كل يوم، واختياراتنا وقراراتنا دي بتأثر على المستقبل بتاعنا، وأيضا بتأثر على علاقتنا بربنا. يعني يا إما أنا ماشي في إرادة الله يا إما ماشي عكس إرادة ربنا. في قرارات صغيرة طبعا، هو قبل اي قرار الواحد يعني المفروض بيطلب شهادة ربنا سواء صغير او كبير، وقبل اي اختيار بيرشم الصليب ويطلب بركة ربنا. بس في قرارات صغيرة سهلة، يعني ان الواحد يعني بعد ما يطلب بركة ربنا يعمل قرار. قرارات صغيرة يعني زي مثلا ايه، بتشتري مثلا بلوفر مثلا، فده قرار، بس بتطلب يعني ترش من الصليب وتشتري الحاجة اللي عجباك وخلص على كده يعني. وفي اختيارات او قرارات واضحة انها ضد ارادة ربنا، يعني مثلا البوليس يوقفك لان انت ماشي بسرعة، فانت عندك اختيار انك تكذب او ما تكذبش. تكذب يعني تلفق سبب، فطبعا الاختيار السليم انك تقول الحقيقة وما تكذبش، لان هنا ارادة ربنا واضحة زي ما نقرأ في تسالونيك الاولى 4، هذه هي ارادة الله قدستكم. لكن انا الحقيقة عايز اتكلم على قرارات اللي هي محتاجة تفكير كتير مننا، وقرارات مثلا في محيط الأسرة ممكن تبقى سبب اختلاف ما بين الزوج والزوجة مثلا. يعني مثلا قرار الهجرة، أكيد كلكم يعني ده قرار ما كانش سهل، وربما هذا القرار أخذ منكم تفكير وصلاة لغاية لما يعني تعرفوا يعني ايه القرار السليم اللي تعملوه في حياتكم. ومن اجمل الايات في ايه في اخر مزمور من مزامير باكر اللي هو يا رب اسمع صلاتي، بتقول عرفني يا رب الطريق التي اسلك فيها لاني اليك رفعت نفسي. فالواحد قبل ما ياخد قرار يقول له عرفني يا رب الطريق اللي انا مفروض امشي فيها لاني اليك رفعت نفسي. قرار نفس الكلام قرار الرهبنة، ان واحد يختار ان يترهبن. نفس الكلام مثلا قرار الارتباط والزواج، هختار مين، او قرار فك الخطوبة مثلا، او قرارات بقى يعني زي قرار الانفصال، ان واحد بيقرر ان هو ينفصل عن زوجته، او واحدة تقرر انها تنفصل عن جوزها، وهكذا. فهذه النوعية من القرارات أحياناً الواحد يقول لا أنا متأكد أن ربنا عايزني أسيب مراتي مثلا أو أنفصل عنها. يعني هل أنت متأكد بجد ولا أنت يعني بتضحك على نفسك وتقول أنك متأكد يعني؟ فأنا عايز أتكلم معكم النهاردة على بعض مبادئ الإنسان يتبعها لما يجي ياخد قرار، القرارات اللي هي غامضة كده
ومحتاجة فعلا إرشاد من ربنا عشان الإنسان ما يضحكش على نفسه وياخد قرار حسب إرادة الله. يعني هو في يعني 10 مبادئ، أتمنى أن الوقت يسعفنا أن أنا أقدر أغطي المبادئ دي كلها، وكل مبدأ هاخده من آية من الإنجيل وهقول لكم على الريفرنس بتاعها. فهقرأ الآية وبعدين هقول المبدأ. أول آية هقراها من أمثال 2:6، بتقول: لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم. يبقى إذن قبل أي قرار أنا محتاج أن أنا أصلي وأطلب إرشاد من ربنا، أطلب بجد إرادة الله، وما أضحكش على نفسي أن أنا أقول ربنا عايز كده وأنا عندي أدلة كتير، آيات في الكتاب المقدس بتقول لا ربنا مش عايز كده. فلازم تكون أمين مع نفسك ومستعد أن أنت تتنازل عن إرادتك الشخصية عشان فعلا تقبل إرادة الله في حياتك. وهو ربنا هو الذي يعطي الحكمة ومن فمه المعرفة والفهم. آية تانية تمشي مع الآية دي في أمثال 3:5-6. إيه الآية دي؟ أحيانا تقول طيب أنا شعرفني وإزاي ربنا يرشدني؟ ففي أمثال 3:5-6 يقول لك إيه؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. دي نقطة بقى مهمة في صنع القرارات دي، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك، هيعدل طريقك. مثلا نيجي مثلا على موضوع الطلاق، وخصوصا انه زايد اليومين دول. فعلى فهمك لا تعتمد، انما الكتاب مثلا في ملاخي 2 يقول: لاني اكره الطلاق يقول الرب. وفي متى 19 يقول: من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني. فارجع لكلمة ربنا وصلي وشوف انت ماشي بمزاجك ولا فعلا فعلا بتنفذ ارادة ربنا في حياتك. هل فعلا في كل طرقك اعرفه؟ يعني ايه في كل طرقك اعرفه؟ يعني ايه الايه دي؟ يعني ما تاخدش قرار في حياتك غير لما يكون حسب ارادة ربنا وهو يقوم سبلك وربنا هيعدل طريقك. ومن هنا الارشاد والخضوع للكنيسة والخضوع لأب الاعتراف يفيدك جدا جدا في انك تاخد قرارات حسب إرادة ربنا. اسأل نفسك سؤال: هل القرار ده يمجد ربنا ولا لا؟ ولا القرار ده هيسبب عثرة لآخرين؟ يعني مثلا قرارات زي احيانا في الأفراح يعملوا حفلات فيها رقص فيها شرب وحاجات كده لا تمجد ربنا. في كرونسوس الأولى إصحاح 10:31 يقول آية مهمة، يقول: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. أكل أو شرب أو أي حاجة، اعمل كل حاجة لمجد ربنا. فمثلا أنت بتخطط لفرح ليك أو لابنك أو بنتك، وقررتوا ان انتوا هتجيبوا رقاصة وتجيبوا شيشة واغاني ورقص وخمرة، فكر كده، هل فعلا ان كنتم تأكلون وتشربون ده المجد ربنا؟ لما تدخل شيشة في بيتك هل ده المجد ربنا؟ لما تجيب خمرة في بيتك وتشربه وتسكره هل ده المجد ربنا؟ في كل طرقك اعرفه. فقبل ما تاخد قرار
وتصمم عليه تقول ما كل الناس بتعمل كده، ليه انتوا بتضايقوها علينا؟ اسأل نفسك هل فعلا القرار ده لمجد ربنا ولا لا؟ مثلا في كورنثوس الثانية اصحاح 6 وعدد 14 يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، أو نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. الآية دي بتتكلم عن الزواج. كتير من ولادنا اللي متعمدين في الكنيسة ييجوا مثلا وقت الجواز يجيب بنت أو هي تجيب ولد ممكن يكون غير مسيحي خالص، أو يكون مسيحي بالاسم، أو يكون مسيحي من طوائف أخرى لا عندها أسرار ولا عندها تقليد مقدس ولا أي حاجة. وبعدين يقول لك طب بص هنعمدها، والبنت أو الولد كانوا فيه يتعمدوا، والعماد ده يكون عماد شكلي، وبعد كده كل واحد يعيش حياته، لا هي تدخل الكنيسة أو هو أو الولد ما تدخلش الكنيسة، لأنه أساسا ملحد، لأنه أساسا لا يؤمن بوجود الله. فهل المعمودية الشكلية دي يعني ريحت ضميرك أن أنت كده فعلا اتجوزت جوازة سليمة؟ طب ونتروح في الآية دي لما بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فاسأل نفسك هل القرار ده اللي أنا بعمله في شركة مع أولاد العالم ولا في شركة مع المسيح؟ هل القرار ده في شركة مع أولاد العالم ولا شركة مع السيد المسيح؟ آية تانية في أمثال 22 وعدد 7 يقول الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. اسأل نفسك كده لو انت ربنا فتح عليك، هل انت بتاخد قرار مثلا مع واحد غلبان بيشتغل عندك، هل انت بتتسلط عليه زي ما الكتاب بيقول كده ان الغني يتسلط على الفقير، وبتستخدم قوتك ونفوذك ومالك علشان تستغلها ضد الغلبان ده الفقير اللي مش عارف يدافع عن نفسه؟ هل القرار ده انك تستغل قوتك ضد واحد تروح رفع عليه قضية وجايب محامين، هل القرار ده فعلا ده قرار يرضي ربنا ولا لا؟ واللي انا عايز اقوله ان الايات الكتاب المقدس مليانة ايات كتيرة جدا جدا تساعدنا في ان احنا ناخد القرارات. تعال مثلا بص في فيليبي 4 آية جميلة تساعدك وانت بتاخد قرارات، وآية 8 يقول لك أي أخيرا أيها الإخوة افتكروا في هذا. قبل بس عشان ما أقراش الآية مرتين، هو بيقول لك كل ما هو حق كل ما هو جليل إلى آخره افتكروا فيه. يعني اسأل نفسك كده هدأ فيليبي 8 فيليبي 4 عدد 8 واسأل نفسك هل القرار اللي هاخده ده قرار حق؟ هل ده قرار جليل؟ هل ده قرار عادل؟
هل ده قرار طاهر؟ هل ده قرار مسر يدخل الفرح في قلوب الآخرين؟ هل القرار ده صيته حسن؟ هل القرار ده فضيلة؟ هل القرار ده هيديني مدح من عند ربنا ولا لا؟ وبالطريقة دي تعرف انك تعمل قرارات حسب إرادة الله. يبقى النقطة الأولى أنا أطلقها كلمكم على 10 نقط. يبقى النقطة الأولى لما تيجي تاخد قرار بص على المبادئ الكتابية اللي بتساعدنا في أخذ القرار، وافحص نفسك. أنا قلت لكم على كذا مبدأ، افحص نفسك في كل المبادئ دي اللي احنا قلناها، هل المبادئ دي تمشي مع القرار ان انت هتاخده ولا لا؟ لو لا يبقى بلاش منه، لان انا كده ماشي ضد إرادة ربنا، ماشي ضد وصية الكتاب المقدس. فده اول مبدأ. المبدأ الثاني، خلينا اقرا الآية الأول وبعدين ارجع اقول لكم ايه المبدأ. نقرا من امثال 18 سفر الامثال ده سفر جميل قوي، يعني اللي ما بيقراهوش غلبان، لان فيه مبادئ كتيره في حياتنا. يقول لك ايه؟ من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقه وعار. يعني يجي مثلا ابنك يقول لك بابا انا بفكر فرضا يعني اتجوز البنت دي، تقول له لا دي ما تنفعكش، لا انت لسه ما عرفتش حاجه، ما درستش الموضوع، فانت بتجيب عن امر قبل ان تسمعه. فالكتاب يقول لك من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقه وعار. فالمبدا الثاني اسال نفسك، هل انا اعرف كل الحقائق حوالين القرار ده ولا لا؟ انت مثلا قررت، او انت قررت تقبلي ولد، او انت قررت تخطب بنت، هل تعرف كل الحقائق حوالين البنت دي قبل ما تاخد القرار ولا لا؟ من يجيب عن امر قبل ان يسمعه فله حماقه وعار. الحاجه الثانيه في نفس الاصحاح برضو امثال 18 وعدد 17 يقول ايه؟ الاول في دعوى محق فياتي رفيقه ويفحصه. يعني ايه؟ تخيل مثلا انت اب في البيت، حصل مشكله بين ولادك الاثنين، فالولد واحد جه في الاول وملى مخك ان اخوه ده غلطان، فانت تاخد قرار ان الاخ ده غلطان وتاخد موقف ضد وتاخد قرار ضد. دايما كده اللي يجي الاول ويملى مخي ويسيطر على مخي، الاول في دعواه هو محق. الكتاب الانسان الحكيم لما حد يقول له حاجة يقول له طب يا حبيبي أنا سمعت منك، أنا محتاج أسمع من الطرف الآخر. ودي تاني لازم تجمع كل الحقائق عشان تقدر تعمل قرار سليم. لكن لو بناء على شخص واحد سمعت وعملت قرار ده مش صح. لازم تفحص الأمر جيدا عشان تقدر تاخد قرار سليم وقرار حكيم. المبدأ الثالث نقرأ في أمثال 19 وعدد 2 يقول لك إيه؟ كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. خلوا بالكم بقى الجزء الثاني، والمستعجل برجليه يخطئ. المستعجل برجليه يخطئ. دايما القرارات السريعة السريعة تبقى غلط. واحيانا حد يضغط عليك، عارفين زي بتوع الماركتنج، يعني الناس اللي هم بيعملوا تسويق للبضاعة بتاعتهم يقول لك الحق دي فرصة دي once in a lifetime، مش عارف روح اشتري التايم شير ده ولا اشتري العربية دي،
فتحس كده ان انت لو ما اشتريتهاش دلوقتي هتضيع منك فرصة حياتك. يعني احيانا في التعاملات مع بعض نحس ان احنا مضغوطين لازم اعمل قرار دلوقتي. خد بالك دايما القرارات اللي بتتاخد تحت ضغط تبقى غلط ما تبقاش صح. مش كده الكتاب يقولك المستعجل برجليه يخطئ. فكر كده وادرس، مفيش حاجة هتطير. فكر وادرس وشوف كده، يعني ما تاخدش قرار تحت ضغط، ما تاخدش قرار تحت ضغط. نفس المعنى في آية في أمثال 21 وعدد 5 يقول إيه؟ أفكار المجتهد إنما هي للخصب. يعني الإنسان المجتهد يعمل يعني ثمر كتير، وكل عجول المستعجل إنما هو للعوز. الدايما مستعجل بيجيب الفقر، وكل عجول إنما هو للعوز. صدقوني القرارات الواحد بياخدها وهو منفعل أو هو تحت ضغط دي قرارات تبقى غلط. لو أنت منفعل اهدى الأول، اهدى، فيش استعجال. يعني أنا مثلا لما يجيني واحد يقول لي بص يا سيدنا أنا قررت طفشت، أنا قررت أطلق مراتي، قلت بص حبيبي اهدى كده ودي فرصة. المحاكم الطلاق دي مش تطلع out of business، قاعدة. اصبر، ايه الاستعجال؟ اصبر وفكر كده وشوف هل في طريقة نعرف نصطلح فيها مع بعض، نعرف نعيش في سلام ولا لا. ادي فرصة للصلح، لو الفرص دي فشلت يبقى وقتها نشوف ايه الحل اللي قصادنا. انما ما تستعجلش، ما تاخدش قرار وانت مستعجل، ما تاخدش قرار وانت مضغوط عليك، ما تاخدش قرار وانت منفعل. كل القرارات دي تبقى غلط. لو قرار بتاخده under pressure، حد ضغط عليك، لو قرار بتاخده وانت مستعجل من غير ما تدرس كفاية، ولو قرار بتاخده وانت منفعل، القرارات دي غلط. فتريث علشان تاخد قرار سليم. برضو نقطة تانية أو المبدأ الرابع، لازم تفحص ما هي دوافعك وراء هذا القرار. ليه انت بتاخد القرار ده؟ يعني مثلا ايه؟ فرضا يعني انا هتكلم عليا انا كأسقف او خادم في الكنيسة، في مثلا واحدة انا متغاظ منه مضايق منه، فبتلكك له بقى. اول ما اعمل غلطة اروح اقول له بص خلاص انت سيب الخدمة دي. برغم لو في حد تاني عمل غلطة نفس الغلطة ربما عديها له. يبقى هنا الدفع بتاعه مش نقي، بس انا لو حد يعني كلمني انا هعرف ادافع نفسي كويس، دي غلطة، هو غلط ولا ما غلطش. فمن بره هعرف ادافع، لكن من جوه مش عارف اغش اضحك على ربنا، لان جوايا الدافع مش نقي. في امثال 16 عدد 2 يقول لك كل طرق الانسان نقية في عيني نفسه. حد يشوف نفسه غلطان؟ كل طرق الانسان نقية في عيني نفسه، والرب وزن الارواح. هو ربنا بقى اللي عارف، ربنا عارف ليه انت بتاخد القرار ده، تاخده بدافع سيء من جواك ولا لا. ونفس الكلام ممكن مثلا أنا بكون بحب واحد قوي وعايز يعني أميزه عن الباقيين، فيجي يعمل حاجة كويسة فأمدحه وأديله جايزة كبيرة وغيره يمكن لو عمل نفس الحاجة ولا أسأل فيه. وأنا هنا يعني قصاد نفسي كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، بس وزن الأرواح ربنا كده بيجيب ميزان وبيوزن أرواحنا هو الله. فخلي شوف ربنا هيوزن القرار ده ويوزن دوافعك وراء القرار ده.
انا جبتها على نفسي، بس دي بتحصل ما بينكم واولادكم. ولادك في البيت تميز حد عن حد، زي ما يوسف ابن زي يعقوب مميز يوسف عشان ده ابن رحيل المحبوبة، وبسبب التمييز ده خلى يوسف ده يعاني كل حياته. فشوف شوف اللي جواك، الدافع اللي جواك كده حطه في نور الله وشوف هل دافع نقي ولا دافع مش نقي. ولما يجي حد يقول لك خلي بالك، خلي بالك يا ماما انت متحيزة لفلانة ولا بتحب فلانة اكتر مني، قبل ما تدافع على نفسك يمكن ده صوت ربنا ليك. فكري كده وشوفي فعلا يمكن انا يعني متحيزة لفلانة اكتر من بيت اخواتها. في امثال 20 وعدد 9 يقول من يقول اني زكيت قلبي تطهرت من خطيئتي. مين يقدر يقول ان انا زكيت قلبي وتطهرت من خطيئتي، انا كل دوافعي سليمه 100%؟ مين يقدر يقول كده؟ ولا واحد على الارض يقدر يقول كده. عشان كده لما تاخد قرار لازم تفحص الدوافع الداخليه اللي جواك ورا اخذ القرار ده. هل انا واخده بدوافع نقيه فعلا ولا انا جوايا دوافع غير سليمه؟ المبدا الخامس، احيانا الخبرات السابقه او خبرات طفولتي بتاثر على قراراتي الحاليه. اقول لكم مثلا يعني واحد مثلا متربي في بيت وكانوا ابوه وامه بيسيطروا عليه وهو ما بيعرفش يرد عليهم، فعنده من جوه عقده ان هو حاسس بالضعف، ان انا ابوي وامي كانوا مسيطرين عليا وانا مش عارف اعمل قرارات لنفسي. يكبر ده ويتجوز، بس فهي العقدة دي موجودة جواه، فتلاقيه كل شوية يتخانق مع مراته علشان عايز يثبت لا ده انا اقدر اتكلم واقدر اتخانق واقدر ابقى قوي، فيتخانق على الهيفة مع زوجته. فهنا الخبرات السابقة او تربيته اثرت في القرارات دي، زي ما بنقرأ في امثال 17 وعدد 10 يقول ايه؟ يقول الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. يعني الواحد ممكن الخبرات السابقة دي تخليه تأثر فيه يا إما إيجابيا يا إما سلبيا. يعني كلنا مرينا بخبرات، كلنا بلا استثناء في طفولتنا واحنا بنكبر، في الحياة، في التعامل مع الآخرين. فاللي احنا مرينا بيه ده سواء مثلا في المدرسة انتهرونا في البيت بيأثر فينا. ممكن التأثير ده يجيب نتيجة سلبية وممكن يجيب نتيجة إيجابية. علشان كده لازم تبص على هل في خبرات سابقة مؤثرة على قرارك ده ولا لا. برضو في امثال 26 وعدد 11 يقول ايه؟ كما يعود الكلب الى قيئه هكذا الجاهل يعيد حماقته. يعني الكلب أكل أكلة والأكلة دي تعبت معدته فتقيأ،
فيرجع الكلاب تعمل كده، يرجع تاني يعود الى قيئه. ده زي واحد مثلا كان بياخد دراجز، والدراجز دي تعبته وحطمت حياته، وبعدين اتعالج تقيئها. اول ما يخرج من الرهاب سنتر يدور بقى على اصحاب السوق دولت ويرجع ياخد دراجز تاني. فهنا الخبرة السابقة بتعيد نفسها. فالواحد تاني قبل ما اخد قرار ان انا ارجع مثلا لاصدقاء السوق دولت مرة تاني، اسأل نفسي هل انا اتعلمت من اخطائي ولا لا؟ تعرفين المثل يقولك الجاهل الجاهل يتعلم من اخطاء نفسه، اما الحكيم يتعلم من اخطاء الاخرين. يعني انا مش لازم احط ايدي في النار عشان اعرف انها بتحرق. لو غيري حط ايدي في النار وعرف انها بتحرق، انا مش هحط ايدي في النار عشان تحرقني تاني. الجاهل بيتعلم من اخطاء نفسه، اما الحكيم يتعلم من اخطاء غيره. فلازم ادرس كده واشوف هل الخبرات السابقة واخطاء الماضي هل ما زالت بتخليني او بتؤثر على قراراتي الحالية ولا لا. النقطة اللي بعد كده الارشاد والمشورة. يعني احيانا مثلا واحد يجي ياخد قرار في البيت يقولوا له قرار ده غلط، ابونا في الكنيسة يقول له قرار ده غلط، الخادم بتاعه يقول له القرار ده غلط، اصحابه يقولوا له القرار ده غلط، وهو يقف ضد كل دول. في امثال 11 وعدد 14 يقول حيث لا تدبير يسقط الشعب، اما الخلاص فبكثرة المشيرين. يا حبيبي لو في البيت وفي الكنيسة وأصحابك وأب اعترافك كلهم بيقولوا لك حاجة اسمع. أحيانا بقى الواحد يعمل إيه؟ يختار بقى يلم حوالين الناس اللي يوافقوه على اللي هو عايز يعمله. زي ما بيقول لك في بولس الرسول في تيموثاوس يقول لك يجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة أذانهم. بيدور على اللي يقول له حاجة تريحه، مش دايما بيدورش على إرادة ربنا في حياته. فأنت لازم تاخد مشورة وتسأل، واسأل ناس فيهم مخافة ربنا، اسأل ناس فيهم مخافة ربنا وتأكد. أنا بقول دي للشباب يريد تسمعوها، إن مش هتلاقي حد في حياتك يحبك اكتر من اسرتك، اكتر من باباك ومامتك. في يعني استثناءات يعني ضعيفة جدا جدا، بس القاعدة ان مش هتلاقي حد يحبك اكتر من والدك ووالدتك. اسمع لمشورتهم. في امثال 18 وعدد 1 يقول المعتزل يطلب شهوته وبكل مشورة يغتاظ. يعني ايه؟ لو انا عايز انفذ رأيي مش هرد على حد، ابونا يتصل بيه بالتليفون مش هرد عليه، خادم بتاع المدرسة الاحد يكلمني مش هرد عليه، بابا وماما يكلموني مش هرد عليهم. فانا اعتزلت ليه؟ عشان عايز انفذ اللي في دماغي. وبعدين يكمل يقول لك المعتزل يطلب شهوته وبكل مشورة يغتاظ. اللي يديله مشورة ورأي يضايق ويتغاظ، ما حدش يقول لي بقى انا اعمل ايه في حياتي، سيبوني انا هتصرف، انا كبرت دلوقتي انا قضل، ما تقوليش بقى اعمل ايه في حياتي. بكل مشورة يغتاظ. اما الانسان الحكيم يسمع للمشورة. عشان كده
تيجي الآية اللي بعدها على طول في أمثال 18:2 يقول لك الجاهل لا يصر بالفهم. هو لو بيصر بالفهم لما حد يديله نصيحة ولا مشورة يسمع ويستفيد منها، وخصوصا لو من ناس بتحبني وناس فيها مخافة ربنا. يقول لك الجاهل لا يصر بالفهم بل بكشف قلبه، يعني ما عندوش حاجة يعني خاصة بيه، كل اللي في قلبه يقوله لأي حد. وطبعا الناس ممكن تديله نصايح غلط اللي هم ما فهمش مخافة ربنا ولا اللي بيحبوه. ربنا من محبته أحيانا يبعت لنا تحذيرات، سمي بالإنجليزي red flags، يبعت لي تحذير قبل ما أخد قرار غلط. لكن الواحد ما بيبصش للتحذيرات دي، يكون في حاجة واضحة قوي يعني ربنا يقول لي الطريق ده غلط ما تمشيش فيه. فهل أنا ده المبدأ السابع، هل أنا فعلا بصيت على كل التحذيرات اللي ربنا حطها قصادي ولا لا؟ في أمثال 10:17 يقول حافظ التعليم هو في طريق الحياة. التعليم اللي هو التأديب، الوصايا، الانستركشنز، فاللي يحفظها ويمشي عليها ده ماشي في طريق الحياة. ورافض التأديب ضال. لما ربنا يبعت لي تحذير وأنا أرفضه فأنا ماشي في طريق الضلال. في أمثال 16:25 يقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. دي آية مهمة قوي، الآية دي تكررت مرتين في سفر الأمثال. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. فأنت ممكن تكون شايف كل حاجة جميلة وصح بس كون نهايتها الموت. علشان كده ربنا بيبعت لك تحذير، اسمع للتحذير ده، سواء من أسرتك، من أبونا، من خادم، من أصدقاء روحيين، اسمع. ربنا بعت تحذير لهيرودس الملك عن طريق يوحنا المعمدان، لا يحل لك. عمل ايه هيرودس؟ راح قتل يوحنا المعمدان. هل انت بتقتل يوحنا المعمدان في حياتك؟ تقتله مش لازم تقتله الليترال، يعني انك تو افويد هيم، تتجنبه. ربنا هيبعت لك يوحنا المعمدان يقول لك لا يحل لك، ده غلط. في أمثال 27:6 يقول أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. اللي بيحبك ده ممكن يقولك إنك غلطان وده تعتبر أنت الجرح، بس أمينة هي جروح المحب. عدوك لما شوفك ماشي غلط هياخدك بالحضن لأنه عايزك تفشل. مش كده بيقول لك غشة هي قبلات العدو، اتاخد منها مثل شعبي اكيد كلكم عارفينه، ما تفرحش للي مش عارف، افرح للي يبكيك، اديك عارفينه احسن مني، اللي بيبكيك يبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك، مش كلهم يعني. ف تاني فكر كده كويس، وهل انت كل ربنا ما بعت لك warning sign، علامة تحذير، اخدتها بجدية ولا لا؟ المبدأ الثامن، ودي الحقيقة نصيحة اعتز بيها جدا لان قالها لي سيدنا البابا شنودة اول ما ابتديت خدمتي. سيدنا قال لي قبل ما تاخد قرار فكر في نتائج القرار وشوف
هل النتائج دي انت عايزها ولا لا؟ يعني مثلا هاخد قرار والقرار ده هيعمل مشكلة في الكنيسة، هيعمل انقسام في الكنيسة، فكر في الاول، كان نصيحة البابا، فكر هل انت عايز النتيجة دي ولا لا؟ ودي نصيحة لينا كلنا، فكر في كل، يعني انت لما تاخد قرار فكر في النتائج بتاعت القرار قبل ما تاخد القرار نفسه. وطبعا في ايات في الكتاب المقدس بتقول الكلام ده، يعني مثلا في امثال 27:12 يقول ايه؟ الذكي يبصر الشر فيتوارى. يعني انا جاي هاخد قرار وبعدين لقيت القرار ده نتائجه هيبقى فيها شر فأتوارى، ما خدش القرار ده. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. يلاقي الشر موجود أو ما يحسبهاش أو ما يبصش لنتائج القرار فيعبر، ياخد القرار فيعاقب، الدنيا تخرب بعد كده. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. آية تاني في أمثال 14:15، أنا قلت لكم شفتوا سفر الأمثال ده، سفر جميل جدا، يعني يقول لك الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. يعني إيه ينتبه إلى خطواته؟ وانت ماشي كده بتبص قصادك، هو هنا في حفرة قصادي، يمكن اغير الطريق، ما مشيش في الشارع ده اللي فيه مطبات وفيه حفر. فده الذكي ينتبه الى خطواته، انما الغبي ما بيحسبهاش. الغبي يقولوا له ده كويس فيصدق كل كلمة ويعمل قرارات حتى لو قرارات دي هتؤذيه او هتتسبب في مشاكل بعد كده. برضو في أمثال نفس الإصحاح عدد واحد، أمثال 14 عدد واحد، يقول حكمة المرأة تبني بيتها. المرأة الحكيمة تقعد تفكر كده، هو القرار ده فعلا ده لمصلحة البيت ولا لا؟ مثلا قرارات، يعني أحيانا ستبقى ماسكة الميزانية بتاعة البيت، هل أنا قرارات بحسبها صح قبل ما أشتري ده وأعمل ده، ولا انا بغرق بيت في مديونيات ومديونيات ومديونيات؟ علشان كده بيقول حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها، والحماقة تهدمه بيدها. لو عمالة تاخد قرارات مثلا تشتري ده ومصاريف ده وما بتحسبش وما بتعملش بادجت ولا ميزانية ولا موازنة، فتلاقي البيت عمال يغرق في المديونيات. فلازم تفكر في نتائج القرار اللي انت هتاخده. المبدأ التاسع، هل القرار اللي انا هاخده ده هيسبب عثرة للآخرين ولا لا؟ احنا كلنا زي ما ربنا قال قبل الصعود وتكونون لي شهودا، وفي آية تانية بيقول يجدف على الاسم الحسن بسببنا، بسبب سلوكنا يعني. فأنت فكر كده، هل القرار ده هيسبب عثرة لآخرين ولا لا؟ أنت خادم ولا شماس في الكنيسة؟ قررت تعمل كده فرح، قررت زي ما قلت لكم في البداية واحد يجيب رقاصة وخمرة وشرب، أنت كده سبب عثرة للآخرين ولا لا؟ يعني مثلا ناس كتير في موضوع الشرب يقولك سوشيال درينكينج ده، الشرب العادي ده ما فيهوش مشكلة. بولس الرسول في كرونسس الأولى 8 اتكلم قالك في طريقتين تبص بيها للمشكلة دي. هو كان بيتكلم على أكل ما ذبح للأصنام، بس أنا بطبقها على الشرب. قال في قانون العلم وقانون المحبة. قانون العلم ممكن تفضل تجادل معايا وتناقش معايا، بس العلم بينفخ. انما قانون المحبة بيقول ايه؟ ان كان اكل اللحم يعثر اخي فلن اكل لحم الى الابد.
أنا النهاردة لو شربت هفترض يعني برغم ده ما بيحصلش، بس هفترض إن واحد بيشرب اللي بيسموه السوشيال درينكينج ده وعمره ما جيت درانك ويعني عارف يعمل كنترول لنفسه 100%، هفترض يعني. طيب وإيه بقى أخوك لما يشوفك يا من له علم زي ما بولس الرسول قال كده قاعد بتشرب ويقول ده إنسان ممتاز في الكنيسة وده إنسان خادم وحلو، طب أنا أشرب زي، وبعدين يبتدي يشرب أخوك ده وبعدين ينتهي يبقى أدكت، يبقى مدمن، يبقى بسبب علمك أنت تسببت في هلاك نفس أخوك اللي مات المسيح من أجله. ده بولس الرسول بيقول كده، مش أنا اللي بقول كده، في كورنثوس الأولى 8. فدايما اسأل القرار اللي هاخده ده، القرار ده هيسبب عثرة الآخرين ولا لا؟ شوف في أمثال 25 وعدد 26 يقول إيه؟ عين مقدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. إيه معناها الآية دي؟ الصديق المنحني أمام الشرير يعني الصديق اللي بيمشي في طريق الشر أو بيوافق الشرير على طرق. قال ده زي عين مية مقدرة بايظة تعرفش فاسدة، أو زي ينبوع فاسد، عين مقدرة وينبوع فاسد الصديق المنحني أمام الشرير. لما أنا بعمل حفلة graduation ولا birthday ولا whatever ونعملها بطرق العالم ونجيب رقصات وشيشة وخمرة وأنا ممكن أكون صديق خادم في الكنيسة، بس أنا كده بنحني أمام الشرير، فبقيت عين مقدرة وينبوع فاسد. في أمثال 10 وعدد 9 من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. الإنسان اللي ماشي باستقامة كده أمام الله بأمانة ده ماشي في الأمان، إنما اللي بيعوج طرقه الناس هتعرفه وهيتسبب في عثرة للآخرين. وفي أعمال أمثال 20 وعدد 7 يقول الصديق يسلك بكماله، يعني ما عندوش طريق مزدوج، مش سعل قلبك وسعل ربك، مش يوم الحد في الكنيسة أنا قديس وبقيت الأسبوع أنا ماشي زي ولاد العالم. الصديق يسلك بكماله، بقيت الآية جميلة قوي، يقول لك طوبى لبنيه بعد، يا بخت ولاده، يا بخت ولاده، طوبى لبنيه بعد. وبرضه في أمثال 22 وعدد 1 يقول الصيت أفضل من الغنى العظيم، يعني لما أنت يبقى لك شهادة حسنة وشهادة قصاد الآخرين إن أنت فعلا إنسان ماشي باستقامة ده أحسن من الغنى، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب، ويكون كده أنت مليان نعمة من عند ربنا ده أفضل من الفضة والذهب. العذراء كانت فقيرة، كانت فقيرة قدمت الذبيحة بتاعت الفقراء ولكن كانت مملوءة نعمة، عشان كده صيتها أفضل منها كانت تبقى أغنى واحدة في عصرها، والنعمة اللي مالت حياتها أفضل من الفضة والذهب. فهل أنا القرارات اللي باخدها في حياتي والاختيارات اللي باخدها في حياتي دي بتسبب عثرة الآخرين ولا أنا ماشي باستقامة أمام الله؟ آخر نقطة، هل كان في اختيار أحسن من الاختيار اللي أنا عملته كان ممكن يكون له تأثير أكثر إيجابية
علي وعلى أسرتي وعلى المجتمع اللي أنا عايش فيه، وأهم من كل ده لمجد ربنا ولا لا؟ يعني في أمثال 11 وعدد 30 يقول ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم. يعني لما تكون انت ماشي باستقامة قلب هتجيب ثمر لربنا، ثمر الصديق شجرة حياة، وتربح نفوس لربنا، رابح النفوس حكيم. يعني ممكن انت تاخد قرار انت تقول عليه صح، بس القرار ده لا يثمر لمجد ربنا ولا لا يثمر. يعني ما يكونش في عثرة، ما فيهوش عثرة، بس ما بيجيبش ثمر لمجد ربنا. في قرار احسن منه يجيب ثمر لمجد ربنا. فاسأل نفسك، هل في طريقة تانية كان ممكن اعالج بها الامر ده، او اخد قرار تاني يمجد ربنا اكتر؟ ديكم مثال عملي. يعني مثلا انت ربنا منديك مواهب مثلا في الخدمة او كشماس الى اخره، وانت بسبب ان انت شعر ان ده تواضع فانت تعتبر خدمة، ابونا يقولك تعال اخدم معنا، ابونا انا ما استحقش، لا انا عايز ابقى لوحدي. طيب تعالى في خرس الشمامسة، معلش ابونا انا ما استحقش. يمكن الناس مثلا يزكوك للجنة الكنيسة تقول لا انا ما استحقش انا، وانت بتعمل ده بسبب تواضع بس ربنا مديك مواهب، فانت خدت الموهبة دي. اي نعم ما عثرتش حد، بس انت لو استخدمت الموهبة دي كنت هتجيب ثمر لربنا. فهل انا في قراراتي بجيب ثمر لربنا، ولا انا باخد قرار وممكن نعم لا اعثر اخرين بس ضيعت فرصة الاثمار لمجد ربنا؟ دول 10 مبادئ يخلونا لما نيجي نفكر في نعمل قرارات، ازاي نعمل قرارات حسب إرادة الله، وازاي نعمل قرارات تفرح قلب ربنا، لان إرادة الله هي قداستكم. خلي بالكم في كلوس يقولك لانه به وله قد خلقنا. يعني احنا اتخلقنا به وله. يعني ايه به وله؟ به دي معروف يعني ربنا هو اللي خلقنا. طب له دي معناها ايه؟ يعني انا مخلوق علشان امجد ربنا، انا مخلوق عشان امجد ربنا. فلو انا ما بمجدش ربنا في حياتي يبقى انا حتة له دي مش موجودة، حتة له دي مش موجودة. فانا لازم كل قرار بعمله في حياتي اكون حاطط في 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 ذهني ان انا له. نقراها في كلوس 1:16، الكل به وله قد خلق. انا بركز كلمة له، يعني ايه له؟ يعني انا خلقت عشان امجد ربنا في حياتي. كلمة له دي معناها كده، ربنا لما خلقنا خلقنا عشان نمجده في حياتي. فهل انا بمجد ربنا في كل قرار باخده ولا لا؟ اتمنى ان ربنا يعطينا الاستنارة العقلية والقلبية عشان نقدر كل قرار وكل اختيار في حياتنا نعمله لمجد ربنا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.